هذا البرنامج برعاية أهلا بكم، مساء الخير وتحية إلى كل مشاهدينا في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية وفي كل أقطار العالم العربي حيث تتابعوننا وتشاهدون عبر قناة الأردن اليوم. تحية لكم جميعا، وكما في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل نستضيف ضيفا مميزا في مجاله، ومعظم الضيوف كانوا لهذا الموسم من السياسيين وكبار السياسيين، ومن حلقة إلى حلقة أو بين كل مجموعة حلقات ننتقل إلى جو آخر، هو جو إلى حد ما فني إعلامي ولكن يدور في فلك السياسة من بعيد. ضيفة الليلة لن أعرف عنها أكثر من أنها زميلة، أتشرف بزمالتها وأتشرف بصداقتها، وأعتقد أنها تشرف دائما البلد والجماعة والأشخاص الذين تمثلهم وتعمل معهم، وأيضا تشرف المؤسسات التي تعمل بها، وهي من أهم صفاتها إنها تقول كلمتها وتمشي، إنها علا الفارس. دعونا نعرفكم نحن عليها قبل أن تعرفكم هي عن نفسها. علا الفارس إعلامية وصحفية، هي أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعد ما دخلت مجال الإعلام بعمر 17. خاضت تجربة التمثيل بمشاركتها بالمسلسلات البدوية. تصريحات علا الفارس على السوشيال ميديا مثيرة للجدل، وواحد من تصريحاتها كان سبب بأنه يتم إيقافها كمذيعة في قناة الام بي سي. تعتبر من أشهر الشخصيات الإعلامية المؤثرة، وبسنة 2012 كان اسمها من أكثر الأسماء بحثاً على جوجل. شو رح تكشف علا الفارس مع طوني خليفة في أول مرة؟ الإعلامية والصحفية علا الفارس، أهلاً بك ضيفة في برنامج أول مرة، وهذا أول لقاء. أول مرة نلتقي سوا. طوني، أول شيء بدي أحكي لك مساء الخير وألف مبروك هذا النجاح وهذا التألق والألق، هذا شيء مش جديد عليك، وحياك الله بين أهلك طبعا الأردن. لو مني بين أهلي وبين ناسي، وقدي بعرف الشعب الأردني وأهل الأردن بيحبونا. طبعا لم أتجرأ أولا أني أجي أعمل برنامج بالأردن، ولم أتجرأ أن أخوض هذه التجربة بالذات مع كبار الشخصيات ومع كبار السياسيين، خصوصا أنه نحن بتعرفي نجهل يعني أسماء معروفة، ولكن صحيح. الأشخاص بيبقوا بالنسبة لإلك مجهولين. هذا الموضوع يبدو زعج بعض الأشخاص قليلا، ولكن في يقولوا ضميري مرتاح. 90% من الناس فتحوا لنا قلبهم وفتحوا لنا بيوتهم وفتحوا لنا محبتهم، وهذا شرف لإلي، وسام بعلقه على صدري أني قدرت أشتغل بهيك برنامج بالأردن الحبيبة، وقدرت سجل هذا النجاح. شكرا. والله أنا شخصيا ما قرأت ولا شفت إلا كل خير الحمد لله، كل شيء إيجابي عنك ومع هذه التجربة. لا ما هي التجربة. بعض التعليقات طبعاً على يعني هذول لا يخلو، يعني ما في شخص فينا ما بزعل أنه أوقات صادرة من إعلاميين، يعني بعض الإعلاميين المفروض يكونوا زملاء لنا بيستعملوا عبارات أوقات. هو في مثل بالأردني بيحكي لك باللبناني عدوك ابن كارك، عدوك ابن كارك للأسف، ما رح نقدر نطلع منها. مع أنه مع هذا كله في إعلاميين أنصفوني جدا جدا صحيح. جدا خصوصا بالصحافة المكتوبة، وناس وقفت حدنا، ويعني مش بس إعلاميين، وزير الإعلام الأسبق معالي نبيل الشريف، وزير الثقافة الأسبق صبري ربيحات اللي كتب مقال، يعني بالفعل حسيت
وخاصة خبروني عنه أنه حدا ما بيجامل أبداً، يعني صحيح. الكلام اللي كتبه بالفعل هيدا وسام، أنا بعلقه على صدري، الكاتب باسم سكجها، صحافي لقمان اسكندر، كل الزملاء بالمواقع الإخبارية تحياتي لألهم. أنا بصراحة بقلك أنا كنت جاي للمجهود، متحضر نفسيا لأنه شوف هجوم، صحيح. انه هيدا اللبناني، هيدا اللي جايبينه، شو له على اي يجي يشتغل هون، ليش يعني. كنت محضر نفسي على هذه المواضيع، ولكن لقيت العكس تماما. هيدا دليل قد ايه هذا الشعب قلبه كبير، وقد ايه يحترم الاخر ويتقبل الاخر، وقد ايه بيذكرني بتاريخ صحيح لبناني. يعني أنا عندي سيدي باعتبرها بمثابة الوالدة، هي سيدي وفاء طرباي الممثلة اللبنانية القديرة، لما كانت تخبرني أنه لما كانوا يجوا يشتغلوا بالأردن برا المسلسلات القديمة، قدي كان الترحيب والاحتضان للفن اللبناني والعربي. يعني كم هائل من الفنانين طلعوا من الأردن، وهيدا السؤال اللي سألته أول ما جيت وكل ما أجي، أنه أنتوا البلد المصدر للإعلاميين، صحيح. مصدر للفنانين، صحيح. مصدر للسياسيين، مصدر صحيح. للمثقفين، ليه أنتوا ما عندكم كم كبير من الناس اللي هي معروفة خارج الأردن؟ لأنه بفترة من الزمن يمكن افتقدنا على الصعيد الفني والإعلامي صناعة النجوم، يعني ولكن صنعته الآخرين، صنعنا لكن في يعني ساهمتوا بصناعة نعم. لكن دائما إحنا بنقول القادم أجمل، يعني على حديثك هذا، أنه لما حكيت أنه يعني دخولك للمجتمع المحلي الأردني وكنت يعني مستعد للهجوم، أنا دائما بقول أنه إحنا لازم نكون متصالحين مع أنفسنا في الوسط الإعلامي بشكل عام، لأنه دائما الإعلامي لا يملك جنسية. أنا رددت هذا الكلام أكثر من مرة في حياتي، الإعلامي يملك قضية، أين تكون قضيتك تكون، وأين يكون تأثيرك يكون، ولا بد من التنوع، ولا بد من اختلاف التجارب، لأن كل تجربة تسقل هويتك الإعلامية، وأيضا تتحدى نفسك فيها وتقترب فيها من جمهورك اللي حبك من وراء الشاشة وبيحب يسمعك بتناقش قضايا. لكن للأسف في صوت عنصري للأسف مؤخرا، وبعد مواقع التواصل الاجتماعي، أنا شخصيا بعد 2011، يمكن خليني أقول لك بعد 2014 تحديدا، بدأت ألمس أصوات تنادي بالعنصرية وبالإقليمية الضيقة، بدل ما إحنا نلم الشمل أكثر للأسف إعلاميين ويلامون على هذا، ولكن واحد بيحكي يمكن من وجعه كعربي قبل ما يكون كمواطن عربي. نحن يهمنا جدا أن نعرف عن أنفسنا بإعلاميين عرب، بالضبط، بإعلامي عربي، قبل أن أعرف يعني ولائي لبلدي، لوطني، لهويتي، صحيح. ولكن بمهنتي ولائي لرسالتي، بالضبط. فأنا أتفاجأ أنه ببعض الأشخاص أنه خي أنت لبناني شو جاي تعمل هون، أو لما كنت بمصر أنه أنت لبناني شو جاي تعمل بمصر. طيب مثل ما تماما الإعلامي المصري والإعلامي الأردني والإعلامي اللبناني والإعلامي الفلسطيني والإعلامي الخليجي عم يشتغل بقنوات أخرى، صحيح. يعني إذا بنتابع الجزيرة، بنتابع العربية، بنتابع الام بي سي، بنتابع القنوات كلها، لكل العالم بتشوفي من صح. كل الجنسيات صحيح. موجودين. لماذا يحق لابن الأردن أو لابن لبنان أو لابن مصر أو لابن سوريا أن يتعاطى في الشؤون السياسية الداخلية عبر قنوات عربية، لا يحق لأي حدا أن يتعاطى في الإعلام في بلدنا؟ ولكن هذه أصوات قلة، ونحن نعود لنؤكد نحن إعلاميون عرب، رسالتنا ونراهن على العقلاء، رسالتنا هويتنا، صحيح. ولاءنا لأوطاننا ولبلداننا وللهوية، ولكن بالإعلام ولاءنا لرسالتنا، بالضبط. علا الفارس، بدقيقة، كيف تعرفي المشاهد عن نفسك بشيء هو ما بيعرفه عنك؟ هم بيعرفوني كتير منيح، لأنه ما قدمت لهم نفسي بأي برواز من أن بدأت. أنا يعني فتاة محبة لعالم العربي، أحلم بوطن عربي متماسك، أرفض الإقليمية الضيقة، أؤمن بالحق والحقيقة، أحاول دائما أن أكون قريبة من الناس، والناس عاشت معي وشافت تفاصيل كتير في حياتي من النجاحات ومن الإخفاقات. أنا أحلم لأحقق وأخطئ لأتعلم. أنت من؟ ابنة من؟ من أين؟ أنا من هاي البلاد اللي بفتخر فيها طبعاً، وابنة رجل فخورة فيه، وأتمنى لو كان على قيد الحياة أن يكون، ربما أعتقد أن يكون فخوراً فيه. وابنة أيضاً لأم رائعة احتوتني وعلمتني الكثير، امرأة قوية وصلبة، واجهت الكثير، وممتنة لها ما عشت وما حيت. سنتطرق ونخوض في تفاصيل كثيرة خلال اللقاء هذه الليلة، ولكن دعونا نرحب بميس وبعلا.
ما هو المثل لهذه الأمسية ميس؟ أهلا فيك توني وأهلا بالإعلامية علا الفارس. اليوم أبو شماغ جاي وجايب لنا مثل جديد بيستخدم في معظم البلاد العربية. على فكرة من وين بيجي أبو شماغ؟ كل ليلة بتقولي لي أبو شماغ جاي، ولا مرة قلت لنا منين بيجي؟ بيجي من عندي. من عندي؟ أوكي. هذا المثل؟ أوف. هو بده شوية تفكير بس هو سهل. نحذر المثل يعني أو شو؟ مش أنت. المشاهد عليه يحذر المثل لا يربح سيارة. إن شاء الله يكون سهل. مبدئياً في فكرة معينة. علا تفضلي. توني اليوم اللي رح يربح معنا رح يربح رحلة لشخصين للباترا ووادي رم مقدمة من شركة لميس للسياحة والسفر، وباكج من منتجات البحر الميت مقدمة من جت، وتابلت هواوي مقدم من سيل أفنيو الوكيل المعتمد لأجهزة هواوي بالأردن. لا تتعرفوا أكثر على آلية المسابقة، خلونا نشوف هالفيديو. اعرف مثلنا لليوم وادخل السحب على العديد من الجوائز القيمة، أو احصل على مفتاح للخزنة لتكون عندك فرصة لربح سيارة هيونداي جراند آي 10. للمشاركة أرسل رقم الإجابة الصحيحة عن طريق الاس ام اس على الرقم 90550. إذن هكذا تعرفنا على علا الفارس، هكذا تعرفنا كيف تستطيعون أن تشاركوا في مسابقة الليلة. دعونا نرتاح مع فاصل صغير أول، ومن ثم ننطلق بمجموعات الأسئلة المحضرة لضيفتنا العزيزة. أهلا بكم من جديد. الإعلامية والصحفية علا الفارس ضيفة برنامج الليلة، ورحب بها. علا بشو بدنا نبلش؟ مش عارف. ماذا لو، لماذا، أو أول مرة؟ أول شيء هيدا الرعب اللي بيجوا كل الظروف. لماذا؟ أنا اللي ما بفهم. ما في رعب، حلو. كله بيخبروك إنه ريان توني خليفة انتبه، بده يوقعك، بده يعمل، بده يعمل. إذا هيك شو كنا نحكي تحت الكواليس عشان يعرفوا شو كنا نحكي. أيه؟ ليش المبدا؟ قلت لهم، عم بحكي لطوني، بقول له قبل ما اجي لعندك لما اعلنت كثير قالوا لي ديري بالك وكذا. قلت له انا بتذكرك كثير منيح وكنت اتابعك وتاثرت فيك وكنت استناك على ال بي سي وعلى غيرها في من لم يجرؤ، لمن يجرؤ فقط ساعه برامج كثير، كنت استناك واحضرك. يعني قلت لي انك يعني بتلبس هويه البرنامج. لا غير هيك، شو قلت لي؟ قلت لي انه انت بتسال بطريقه يعني. لا، في شيء اهم قلت لك. لو اليوم ما بترجع بعمل تسأل هيدا البرنامج، في اسئله سالتها بهداك الوقت انا ولا صح. ممكن ارجع اسالها صح. اليوم نضوج التجربة، هيدا النضوج الاعلامي صح. نضوج السن، نضوج الخبره ولما يصير الانسان مش مهم شو بتسال، المهم كيف تسأل. هيدي المهم كيف تسال، هيدي بناخذها بالخبره صحيح. يعني اوقات بحضر انا يعني برامج لإلي انه سؤال كيف كنت، كيف بكيت هيفا او كيف اليسا او كنت الفنانين بالوقت اللي كنت اعمله البرنامج. بقول اليوم انا لو بدهم يعطوني ملايين الدولارات ما برجع بسال هالسؤال، ولا ممكن صح. ارجع اساله بهي الطريقه صح. اللي سالته لها سبب. في كمان شغله كانت تصير يعني بفتره يعني وما زالت موجوده، هي موضه البرامج. يعني هلا صارت موضه البرامج مثلا الاسئله اللي بيكون فيها، انا دائما بقول في فرق بين الجراه، جراه المذيع، والوقاحه. يعني هي شعره بالضبط، هو بس خط فاصل بسيط جدا، لكن للاسف جمهور، نرجع بنحكي، صار في جمهور عماله يتحكم ويبحث عن الاثاره والجدل، عن الفضيحه وعن الاثاره والجدل، الكليك يعني دائما. مره قلناها انه دائما بتقولنا انتم عم بتقدموا ماده للناس، عم بتضر بالناس. نحن بنرجع بنقول نحن نقدم ما يريده الجمهور، لانه نحن نحاسب. ما بعرف اذا بالاردن، انا عم بحكي عن بيروت وعن قنوات اخرى، انا احاسب ثاني يوم على ما يعرف بالريتنج لحلقتي. يعني مديري ما بيسالني شو قدمت امبارح، بيسالني قد ايه جبت مشاهدات، قد ايه جبت مشاهدات صحيح. اذا جبت مشاهدات عاليه بيزقف لي كمان. وبيزد لي راتبي. لو كنت مستضيف سياسي وحكينا بطريقه وما جبت ريتنج، بقول لي لا لا لا، روح جيب صح حدا يعمل ريتنج. للاسف يعني هيدا موضوع نحن ما بنتحمل مسؤوليته. شو نقينا؟ ماذا لو، لماذا، او اول مره؟ خلينا نبلش بلماذا. لماذا يعني حسيتها اليوم؟ شوف الله يستر. الله يستر. بتعرفي اني عم بقرا الاسئله اول مره انا وياكي؟ يلا هات نشوف. انه عبد المجيد حذرهم عني اليوم، قال لما اتلاعب بالاسئله
الله يستر. لماذا لم تتزوج علا الفارس لغاية الآن؟ هيك دايركت ندخل من بلشنا نقيت لاحظتي قريت كذا سؤال ونقيت هيدا لأنه النصيب يعني أكيد يعني الرزق وال هاي رزقة من رب العالمين إنه تكون أنت مع شخص يتفهمك ويحتويك ويحبك رزقة. طبعاً الزواج رزقة، العمل رزق، الحب رزق، الصحة. أنا بقول الزواج مثل البطيخة، أنا يعني ما فيك تعرفي شو هو إلا ما تفتحيها، يا بتطلع منيحة يا ما بتطلع منيحة. هو رزق من رب العالمين ونصيب. ما يعني تزوجتي ولا مرة؟ قلت أخيرة في أخيرة لا ما أزال كما على يعني ما أنسى. لا زواجات احنا ما عندنا هذا النظام يعني ما في ما عندنا هذا خط احمر في الحياه بالاردن يعني. ما في زواج عرفي؟ والله انا ما بعرف فيه لا يعني ما سمعت فيه ولا فيه؟ لا مش موجود مش موجود, مش موجود. لا مش مثل مصر هيك لا احنا عندنا زواج بمصر لانه موجود زواج عرفي يمكن عندنا كمان احنا في احنا عندنا الزواج اشهار وفي إشهار. عادات وفي تقاليد تحكمنا يعني مجتمع رغم كل الانفتاح اللي موجودين فيه لكن عاداتنا وتقاليدنا تحكمنا في كثير قد ايه بتتمسكي بالتقاليد كثير يعني يعني بهمني كثير اضل متمسكه فيها ودائما بشعر بالمسؤوليه يعني بقدر ما بحاول اتنوع بما اقدم اطل في اطلالات مختلفه لكن دائما بتلاقيني يعني قد ما اقدر بضلني محافظه يعني على الهويه ممكن تتزوجي زواج تقليدي يعني اليوم ما بعرف اذا فينا نعلن السن سني انا 33 سنه 33 انا زيدين لي سني هون برجع بقول دائما بدكم تنقصوا شيء لا لا والله العظيم عمري 33 سنه ديني رمضان يعني والمرء هاي دائما بعيدها المرء باصغريه قلبه ولسانه العمر مجرد رقم نجاحاتنا مش مظبوط لا بلا مجرد رقم انا بحس في اعمار معينه بتحسي نفسيا الرقم يعني الرقم ثقيل شوي ايه الرقم بصير ثقيل مثلا انا دخلت ال 50 من فتره وصر لغايه هلا 49 لا بالله وعي تبعي لما يسألوني قد ايه عمرك بيجي لأقول 50 بتنزل سنة 49 بحسها 49 أسهل يعني إنه بتحسي ال 50 وكأنك دخلتي بجيل آخر بمرحلة أخرى صح 49 لأنه عندنا إحنا بالعالم إذا الله العربي أعطانا عمر بنقفلنا شي 10 سنين على 49 لأنه للأسف إحنا بعالمنا العربي ونكون شوي واضحين بهذا الموضوع يعني في كثير مثلا ناس بتكون قاسية بهذا الموضوع بس يصير الواحد عمره 40 بقول لك مت وأنت قاعد متقاعد صحيح فللأسف ربطنا إنه طموح الإنسان بعمر معين طيب. السؤال بس هل ممكن بعمر 33 تتزوجي زواج تقليدي بما انك انت متقيده او ملتزمه بالتقاليد يعني ممكن اهلك يروحوا يشوفوا لك عريس لا احنا التقليدي انا شخصيا بعائلتي مفهومه مختلف يعني الشخص اللي بيجي بدق الباب يعني ما عندنا شيء من تحت الطاوله بدق الباب بصير في تعارف بنحكي ممكن اهلك يجوا يقولوا لك عندك ابن عمك ابن خالك هو ابن جيراننا هو انا كنت هيك يعني يعني فعلا انا يعني انه خلص بقى في مرحله من عمري قبل يعني بعمر اصغر بكثير من هلا بعمر ال 16 وال 17 يعني اول ما بيطلبك اولاد عمك اولاد عمومتك كل بنت لابن عمها وبنزلها على الفرس وبطلعها يعني هاي العادات اللي موجوده عندنا فانا مش تمردت لكني اقنعت محيطي بانه انا ما بشوف حالي راح اكون سعيده اذا هلا تزوجت انا بشوف انه الافضل اني انا اكمل تعليمي اني خلصنا تعليم وعملنا الكارير تبعنا والشغل اخذنا أيه؟ والنجاحات انا تزوجت شغلي يعني بمرحله ما لكن ما بتعرف نتيجة شغلك ما بيدملك هو عائلتك واولادك طبعا البنين. طبعا حاسه حالي عم بسمع امي جان تحكي معنا امك خبرتني قالت لي نعلي اياها بركي بتطلع من الحلقه من عندك يا خيي والله اولاد الحلال كتار للامانه في حدا هلا هم كتار اللي يعني بتفضلوا وبيجوا هيك بس ان شاء الله برجع بقول لك النصيب في حدا لانه هلا برجع بقول لك شغله إيه بس انا عم ركز على نقطه في يمكن حدا يمكن يمكن لا القلب عم بدق لحدا يمكن يمكن لا صدقني يعني صدقا 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 ما بحب احكي بهاي المواضيع لانه ما بتعرف هل ممكن رغم التقاليد تجيبي لاهلك عريس يدق الباب من غير دينك من غير ديني؟ إيه؟ سؤال صعب بس ممكن لانه انا يعني بس اذا هو يعني بيتدين بديني لانه انا مسلمه بالنهايه يعني بشرط انه يسلم عن قناعه ان يسلم عن قناعه يسلم عن قناعه طبعا يعني هاي ما فيها لانه احنا هذا ديني وهذا صلب تكويني ف
وأنا أحترم كل الأديان ومنفتحة على كل الأديان، وبروح مع صديقاتي على الكنيسة وبضوي شموع يعني بأعيادهم وبعيدهم. ولكن بتقاليدك ومجتمعك ودينك أنت ملتزمة، دينك يفرض عليك هكذا، لأنه ديني بيسمح للمسلم أن يتزوج من غير دينه، لكن المسلمة لابد أن تتزوج من مسلم وإلا بتكون مرتدة عن دينها. يعني هذا هو، هاي عقيدتي، هذا ديني، فلا خط أحمر يعني ما في مجال. شو بدنا نسألك سؤال هيك بعد؟ عم تسرح انت وبتطلع. ايه عم نقيهم عم نقيهم. انا شوبت مع السؤال الاول، يعني حسيت شوي. لماذا شوبتي من لا مع اول سؤال. لماذا لا تفكر علا الفارس بالسير على خطى والدها وجدها رحمهم الله وتدخل الحياة السياسية؟ لماذا؟ يعني لعدة أسباب. حسب ما بعرف الوالد وجدك كانوا في البرلمان الأردني في السلك السياسي. هل اجتك فكرة انك ترشحي على البرلمان؟ هو انعرض علي صراحة. انعرض علي من بعض يعني النواب بدون ذكر أسماء وفي الكتل وما كتل وكذا، انه يعني من ناحية انه استقطاب الشباب ليكونوا ناخبين وكذا، بس انا ما رضيت لعدة أسباب، لاني بشوف اول شيء اني انا اخدم وطني في مكاني، وأنا سفيرة لبلدي في مكاني وأمثل يعني طموح الفتاة الأردنية خليني أقول. وللحظة إذا حسيت يعني أن أنا ممكن أخدم بلدي بأي وسيلة كانت بعيدا عن الألقاب أيضا سأفعل ذلك. أما أنا مش بحاجة منصب أو بحاجة لقب لحتى أني أنا يعني أساعد بلدي أو أكون يعني مواطنة صالحة. أنت وين محبوبة أكثر ومشهورة أكثر، خارج بلدك أو ببلدك؟ للأمانة ما بعرف شو المقياس اللي بدك يعني أحكي معك فيه. بدك تحكي سوشيال ميديا، بدك تحكي تلفزيون، بدي أحكي، بدك تحكي بدي أحكي بشكل قناعة. عام بكل قناعة يعني وبكل يعني تواضع. بدي أحكي بين زملائك الإعلاميين في الأردن، بين الشعب الأردني، بين بكل تواضع وبكل ثقة. خليني أحكي لك، أردنيا، فلسطينيا، عربيا، طبعا من هون المنطلق اطلع لكل دول الجوار العربي بالخليج، يعني عندي جمهور رائع جدا في المملكة العربية السعودية. نعم للعلم أنا امبارح أعلن في المملكة العربية السعودية لهلا كل ما يشاع وكل ما قيل في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع كان غايته هو أن يعني تعرف بدي أحكي لك إياها بالعامية، أن يحرقوا صورتك عن جمهورك، قوتك. هل الجمهور هو من حرق صورة علا ولا علا هي من حرقت صورتها عند هذا الجمهور؟ لا لا، هو أيادي خفية. انت عملتي تغريده ولا ما عملتيها؟ عملت تغريده، بس تغريدتي طيب. ما لها اي دخل لا في السعوديه ولا في الامارات ولا في. شو كانت التغريده؟ التغريده بما معناه انه يعني ترامب ما اعلن من فراغ انه القدس عاصمه اسرائيل، اختار يوم الاربعاء لانه يدرك انه بعد ما زارنا انه بكره الخميس، واحنا بشكل عام العرب يعني انه اليوم ندين وغدا نغنيها له بالخميس، وكانت ظاهره في العالم العربي، غناها سوري وكل العالم واليوم الخميس وهلا بالخميس، فكل الناس بتغني هلا بالخميس، وكانت ظاهرة والناس تستنى على الواتساب النكت وإلى آخره. وأنا سمعتها بالنمسا وسمعتها في لبنان وسمعتها في مصر وسمعتها هلا بالخميس، أصبحت ظاهرة يعني التأثير العربي هذا، عارف اللي سمعتها كيف فهمت أو فهمت أو كيف سوقت؟ لا هي 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 تم تأويلها. ما عم بقلك كيف سوقت. وأنا للعلم لما غردتها كنت في المملكة العربية السعودية وكان عندي إيفنت بالسعودية، ورجعت على دبي عادي يعني ما كان عندي هالمشاكل، كنت عم بقرأ يعني عم بسمع القصص من الناس بالسوشيال ميديا، لكن ما بدي أتوسع بالحديث. كل ما حدث وأنا يمكن أكثر من مرة سألت بهذا السؤال، صرت ما أحب كتير يهيمن هذا السؤال على أي مقابلة أو أي لقاء، لأنه صار يستخدم في مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي بشكل سلبي أكثر. أنا يعني رديت على الناس بطريقة مقتضبة وقلت بيني وبين نفسي أميت الباطلة بالسكوت عنها، سكت عن حقي وليس ضعفا، لكن تجاهلت من مصدر قوة لأني أعلم وأراهن على جمهوري وأراهن على الناس في كل مكان. أنا عمري ما أسأل خروجك من NBC كان ثمن هذه التغريدة؟ موضوع خروجي من NBC مختلف تماما، يعني أنا أيقنت أنه لابد أن يعني أنهي هذه المرحلة في حياتي مع نهاية عام 2016. وقعت عقد مع روتانا وكان عندي برنامج على رمضان، وكنا عم نحضر برمضان 2017 وحضرنا الاستوديو وتم البناء الاستوديو، وكان هو برنامج منافس، كان في احد الاعلاميين طلع من قناه روتانا راح على NBC وتم استقطابي انا من NBC الى روتانا، فاشتغلت الحرب الداخليه. وانت بتعرف كثير منيح ماذا صحيح. تعني الشلاليه في وسطنا الاعلامي وخاصه يعني في القنوات الكبيره. لم اظهر على روتانا لانه مش تم تعطيل العقد، لكن يعني تلقيت اتصال، طبعا انا كنت موافقه مبدئيا، عفوا كنت مستقيله بالايميل وجت الموافقه شفهيا، لكن ورائي الاتش ار وكذا ما كنت منهي الامور،
فإقامتي ما زالت وعندي يعني التزامات ما زالت مع الام بي سي، وكان نوتس شهر مفروض تعطي قبل بوقت. أنا عطيت النوتس، لكن اجاني تليفون انه لا وكيف وانت بنتنا والعشره. طب انا جماعه عم بيعطوني برنامج وعم بيقدروني وعم بيعملوا لي وعم كذا عم كذا، وانا بحلم في بيتي انه يكون لي برنامجي وهذا حقي، لاني انا تعودت دائما اني انا اطور من نفسي. صحيح. وانا وغيري من الزميلات كنا نبحث عن هذه المساحه، لكن يعني تم تحجيم البعض ومحاربه البعض والاستغناء عن البعض. فانا فهمت انه ما عاد لنا مكان في هذا المكان، انه خلص هذه التجربه لابد ان انا اطلع في ماء الوجه، يعني اطلع واخلي شويه يعني زي ما بيقول احفظ ما يتوشي بالضبط. واستقلت رحت على روتانا. لما جاني الاتصال والعشره والى اخره وانت بنتنا وبنت الام بي سي وكذا، رجعت وصار في مين دفع البند الجزائي اللي كنت مضيتي معه؟ انت عارف عن البند الجزائي؟ لا. عارف كم الرقم؟ 5 مليون. 5 مليون دولار. صح. مين دفعه؟ في محكمه بينهم بين روتانا وام بي سي في دبي، وبيقدروا الجمهور يسالوا اي واحد في محاكم دبي ويجيبوا التفاصيل، يعني في عقد موجود. ام بي سي دفعت ال والله دفعوا ما دفعوا ما بعرف، المحكمه قائمه وموجوده. وبعدها اصلا صارت قضايا اخرى والتهت. رجعتي على ام بي سي؟ ضليت بام بي سي. انا ما رجعت على ام بي سي، ضليتني بام بي سي. صارت التغريده وصارت طبعا يعني في طبعا ناس عندها امور شخصيه معي، ولكن ما عاد طلعتي على شاشه. طلعت بعد التغريده باسبوع. نعم. وكان وقتها في غياب وأزمة بالإدارة نوعا ما، لأنه قائد المركز مزبوط. مش موجود. وطلعت ويمكن الجمهور طبعا يعني ما بدي أتوسع كتير بالحكي، لكن باتصال من ديوان الملك السعودي طلعت على الهواء. وطلعت على الهواء وبعديها أنا مشيت من الام بي سي مرة. اليوم بتقدري تدخلي على السعودية؟ طبعا بتقدري تفوتي. دخلت المملكة العربية السعودية بعد هذا الموضوع 7 مرات، ولا زلت أروح وأرجع على المملكة العربية السعودية. يعني ما في أي مشكلة عليك؟ ما في أي مشكلة بيني وبين السعودية، ما في بيني وبين الإمارات أي مشكلة. قرأت مثل الناس، طردت من الإمارات ما بعرف شو. بيني وبين الإمارات حكومة وشعبا علاقة وطيدة، أنا عشت على هذه الأرض. بعد المفاجأة اللي رح تعلنيها بنهاية هذه الحلقة، برأيك العلاقة رح تبقى مثل منا؟ بصراحة لأنه وعدتينا بمفاجأة. أنا بقول لك يعني رح نحكي فيها إن شاء الله، بس أنا دائما براهن على العقلاء، لأنه بالنهاية هذا قرار مهني بعيد كل البعد عن كل ما يحدث. وأنا بالنسبة لي وللأمانة، وهذا يعني إحنا بأيام فضيلة، يعني أنا شخص من بداية الأزمة اللي صارت كنت زعلان كتير، لأنه هدول إخوان، وعندنا مثل بالأردني بيقول إخوان تخانقوا بكرة بتصالحوا، يا نار من وقع بينهم. صحيح. فأنا لا تدخلت ولا بدي أتدخل، يعني ولا خاصة من منابري الشخصية، فأسيء لي وناس حاولت تفسر كلام وحاولت تقولني ما لم أقل. الله يهدي لكن الأحوال. لكن يشهد الله أنه أنا محبتي للجميع حاضرة وموجودة، وأنا أقف على مسافة واحدة من الجميع وكل الاحترام، رغم أنه في أشخاص هم مدينين لي بالاعتذار ولست أنا. لماذا لم تمارس علا الفارس مهنة المحاماة وهي محامية؟ لأنه يمنع أن تزاول هذه المهنة، تتطلب منك أن تتفرغ تفرغ تام، يمنع الظهور حتى في القنوات التلفزيونية. ليه فضلتي الإعلام على لأني أؤمن بأنه الإعلام والقانون وجهان لعملة واحدة، كلاهما نتكلم بلسان الشارع ولسان الناس ولسان المظلوم في كثير من الأحيان، ومرآة للحقيقة، وأيضا يعني هدفهم المساواة وإيجاد وإظهار الحق والحقيقة. سؤالي ما بعرف إذا بيزعجك ولا لا، لماذا يقال أن علا الفارس برعت في الإعلام والصحافة ولم تبرع في التمثيل؟ أنا مش ممثلة باختصار. وليه مثلتي؟ الظروف. أنا هقول لك ليش، لأنه ما توقعت أصلاً ولا حتى يعني أتوقع يعني محيطي في ذلك الوقت يعني أو الأشخاص اللي بثق في قراراتهم توقعوا أني أحظى بهاي الشهرة. صار في شهرة يعني كبيرة نوعاً ما بتويتر، أول 1,000,000 تويتر كإعلامية خليني أقول، أو صحفية يا سيدي، أو مقدمة بتطلع صغيرة على التلفزيون أنه جابت هذا الرقم. صار في موضوع السوشيال ميديا والفولورز وكذا وكذا وكذا، والشهرة في كل مكان، والجيل اللي عم نستقطبه هذا الصغير. فعرض علي موضوع التمثيل أول مرة في رعود المزن، رفضت. يوم التصوير عملت فركش، يعني بعد ما أوريدي كنت متفقة معهم وكل شيء، نزلت لقيت أنه هذا مش مكاني، فقلت لا. التجربة اللي بعديها كانت دمعة الحمراء، اللي هي التجربة الأولى، فرقي العمل، وكان كله من أشعار طبعا أحد الأمراء، وهو يعني له مكان كبير في المملكة العربية السعودية، بلس أنه كان يعني الشخص اللي يعني حابب أني أنا أمثل يعني اللي هو الشيخ وليد الإبراهيم، وأنا شفت أنه هو يمكن بشوف فيه شيء أنا مو شايفة،
فوافقت بناء على انه ارجع الاقي برنامج جديد. فكانت مثل المقايضة لأني كنت أحلم ببرنامجي. يعني تعرف أنا قضيت 14 سنة بالمحطة. بعدك على اتصال بالشيخ وليد؟ يعني مع العائلة، أنا عندي علاقة مع زوجته وأولاده شخصياً. لا تحكي من وقت يعني مرة أنا بس بعد ما طلع هو بالضبط بعد ما طلع. يعني أنا تابعت الخلاف مع الإعلامي جورج إرداحي كمان اللي صار صح. بسبب بعض المواقف السياسية. أنا ضليت يعني أعرف أنه في اتصالات، يعني هو مش من الناس اللي بيقطع. شوف الشيخ وليد الإبراهيم هذا ليس يعني مش مدح له أي هدف، لأنه أنا اليوم صرت في مكان آخر تماما يعني وفي محطة أخرى، لكن هي إحقاقا للحق. الشيخ وليد الإبراهيم صانع إعلام، ولما صارت معاه المشكلة أنا شخصيا يعني ما فكرت نهائيا، وعنده الكل لامني وغردت في تويتر لما كانوا كل اللي من المجموعة أو أغلبهم خلينا أقول من بعض أو بعض الأشخاص خليني أرجع أقول رحم الله امرئ بعض هاجموه، والكل كان مع الواقف. هودي حاضرين، هودي الناس حاضرين، هدول المتملقين، هودي الناس الحاضرين. وعندي تغريدات كتير لو بيرجعوا الناس على تويتر بيشوفوا شو كتبت، وحكيت عن هدول المتملقين اللي أول ما طلع وانتهت المشكلة. الفنانين والإعلاميين كله. أنا شخص لا يتملق. عندي سكرين شوتس لعدد من الفنانين والإعلاميين اللي هني كانوا يعني من أكثر المتملقين للشيخ وليد. بالضبط. فأنا بهذه صفحة. المرحلة إذا بتشوفي تغريداته. أنا بعرف. ورجعوا لما مرقت المرحلة رجعوا على التغريدات السابقة. بس أنا أرجع. هودي الناس اللي ما بقدر أفهمهم بحياتي. أنا باليوم يعني اللي وصلنا هذا الخبر نفس اليوم وما حدش فاهم وضبابية الموقف وكان الكل يصمت. أنا كتبت إحقاقا للحق ولرجل قدم لي، مش بس أنا يعني أنا وكل الناس، هو صنعنا يعني هو أعطانا الفرصة. أكيد يعني كل واحد فينا اجتهد، بالنهاية القناة أعطتنا الانتشار وأنت انتشرت منها، لكن أنت اجتهدت. طبعاً أنا دائماً أقول الدنيا حظ لا يقوم فقط، ولكن على كفاءتك هي اللي تثبت. بالضبط. يعني نجاحك اليوم أنت كإعلامي ليس قائم فقط على المنبر اللي أنت موجود فيه، أنت تضيف أيضاً لهذا المنبر، ولو ما كان لك أي إضافة أنت ما استمريت، لأنه في عملنا بالذات هذا ما في مجرد. سؤال أخير في فقرة لماذا ندمت علا الفارس على مقابلتها الأخيرة مع برنامج شباب توك على قناة دي دبليو دولشي القناة الألمانية؟ بس هلا رح ارجع عليها، بس بدي اختم بس موضوع الشيخ وليد، اوجه له تحيه وما كان عم يحضرني، لانه انا هذا الشخص هو عرابي، بدون معرفي هو عرابي، وهو يعني سلامي له للعائله، لانه انا عندي علاقه شخصيه مع هاي العائله واحترامي قائم رغم عتبي على شيء. ما لحظه قبل، من عرابك؟ عندي انا عرابين بعتبرهم، الاول سعد السلاوي مشان هيك، لاني الثاني لاني الشيخ وليد الابراهيم. اوكي يعني لأني بحترم هذا الشخص وهو رجل محترم يستحق هذا. بس عندك انت لي شو؟ عفوا كنت عم تقولي بس عندي، بس انه بس وجهت له بس هاي التحية. لماذا ندمت علا الفارس على مقابلتها الأخيرة مع برنامج شباب توك على قناة دي دبليو؟ ما ندمت، ما في عندي ندم، بس عندي تحفظ اللي هو للأسف الشديد يعني المقابلات المسجلة أحيانا وحتى المقابلات اللايف. يعني اليوم صحيح. أنا متوقع أطلع من هون ألاقي السوشيال ميديا تقتص، يعني البعض بيقتص لحد هلا. بتصور انك بالسيف سايد؟ أنا حتى في هذيك المقابلة كنت بالسيف سايد وكنت مراوغة نوعا ما، وفي بعض الناس شافوني دبلوماسية وبعض الأشخاص شافوني ما عندي الحرية الكاملة أن أنا أعبر عن رأيي، وعندي أنا إنساني كنت مش دبلوماسية، لكني في أمور ما بدي أخوض فيها، وأنا فوجئت في الأسئلة، وأنا شخص ما بقدر أنت تسألني سؤال وما أجاوبك، بجاوب ممكن أهرب بطريقة معينة، مش لأي شيء، ليس خوفا ولا شيء، بس لأنه أنا شخصياً بدي أنقى، يعني بدي أبتعد. خليني أول مرة بشرب مي قبل ضيفي. تفضل. يعني بدي أبعد بس عارف عن الصورة الجدلية اللي عم بيحاولوا بعض الناس يصوروا لي إياها. وكان العتب والزعل، إذا في زعل، من الناس اللي لسه بتتداول ما بترجع للحقيقة. شو كانت ولا ما بدك مش ما فوقي. ما والله ما بعرف يعني بس شفت أوكي. الناس بيلوموني ما فهمت على شو، قلت يعني خلص ما في شيء جديد، تعودنا. بعد الفاصل ماذا لو أو أول مرة، ابقوا معنا. يلا. نعود ونتابع حلقة الليلة مع ضيفتي علا الفارس الإعلامية. أهلا وسهلا. أهلا فيك. عنا ماذا لو وأول مرة. ماذا لو ليش عم تهربي من أول مرة؟ مخليتها للآخر. ليه؟ لغاية في نفسي يعقوب. وهي بحكي لك بس نقرب من شو خيفاني أنه ممكن يكون دو من أول مرة؟ لا والله ما، لا بالعكس. ماذا لو
ماذا لو سألتك عن أفضل إعلامي عربي وأفضل إعلامية عربية على قيد الحياة موجودين على الساحة الإعلامية اليوم، مين بتختاري؟ أنا بكره كلمة أفضل وأحسن. من الأفضل؟ أميز. خليني أقول لك إنه أنا مؤمنة إيمان تام بإنه النجاح مثل السماء، هيك طلع فوق سماء سوداء فيها كتير نجوم. النجاح بيوسع الكل، ولكن في نجمة ممكن تضوي أكثر من الثانية. أيوة. بس ما حدا فينا حيصير القمر صدقني. للأسف إنه في ناس بتفكر إنه نجاحها انتبهي القمر ضو منه منه فيه. القمر بياخذ ضو من الشمس. من الشمس. بس اللي بحكي لك إياه إنه يعني بياخذ ضو من نجم. بالضبط. بس إنه الفكرة إنه يعني ما حدا رح يس ما حدا يعني ممكن واحد يلمع على بس أنت بالنسبة لإلك إلك كل الحرية والحق أن تفضلي إعلامي وأن تفضلي إعلامي. اليوم أنا بالمشهد الحاضر نعم. أقف على برضه برجع بقول لك مسافة واحدة من الكل. أوكي. لسبب لأني بالمعطيات الأخيرة اللي عم بشوفها يعني تفاجأت بشخصيات كتير إعلامية للأسف من مع هذا التراشق الإعلامي اللي عم نشوفه نعم. الحروب الإعلامية اللي كانت في زمن بعيد تحت الطاولة اليوم عم نشوف الناس عم بتحارب بعض قدام الكل والكلام والتراشق اللي بتمنى أنا يعني بصراحة بحكي بوجع إنه ينتهي بأقرب وقت لأنه مش هذا هو الإعلام اللي آمنا فيه ولا هي الرسالة اللي حلمنا فيها ولا هي أنا شخصيا أنا اليوم بكمل 16 سنة عبر التاريخ يعني قربت أسير يعني 14-15 سنة والله ما بعرف كم عد معي من 2004 لليوم يعني بتحكي عن عمر يعني عارف عمري كله كنت بحلم بأشياء معينة للأسف فجأة لقينا حالنا عم نتطلع إذا إحنا اللي داخل الوسط عم نتوجع كيف الناس. طيب. مين الأقرب لإلك بتشوفيه كإعلامي وكإعلامية موجودين على الساحة الإعلامية؟ ما في أقرب بس الكل بفتخر فيه للأمانة بس خليني أقول لك إنه في شخصيات أنا اليوم بشوفها مميزة. مثل بدك تحكي سيدات مثلا أنا بشوف أنا كتير بحب وبحترم إيمان بنورة بحب تجربة نيكول تنوري بحب وقار خديجة من قنا بحترم كتير منتهى الرمحي منتهى في العربية كمان يعني في أسماء كتير أنا بالنسبة لي يعني شباب. تربيت عليهم وبحب أشوفهم دائما ما اهتميت كتير في صراحة في تجربة الشباب أنا بحكي شوف هذا لأنه في مجالي يعني المجال اللي أنا بحبه أكتر اللي هو التقديم السياسي والأخبار وكذا كنت أشوفهم يعني أتعلم من كل واحدة فيهم شوي يعني هدول الناس اللي أثروا فيه أما كالشباب الكل صراحة عندي ما في حدا مميز ما عندي حدا مميز. طيب ماذا لو استعرضت علا الفارس منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أيوه استعرض أيوة. شو؟ يعني هذا اللي بعض بيعتبروه تسرع البعض بيعتبروه تهور أنا أخطأت البعض بأشياء أيوة. طبعاً أنا شو أكثر منشور بتندمي عليه؟ أكثر منشور بندم عليه مش للمنشور بذاته بس لأنه بندم أني أعطيت الناس سلاح يضربوني فيه بإنسانيتي وبرسالتي لأنه بخلال هاي السنين كلها كتير اشتغلت على الشق الإنساني وما عمري بحياتي كنت دائما أفتقد التغطية الإعلامية لأي موضوع بسويه في هذا الشق من ناحية مساعدة اللاجئين من ناحية بالضبط اعملي خلاف مع حدا سبي حدا علقي مع حدا رحت على كينيا برمضان 10 أيام أنا ما حدا بيغطي ما له مصلحة قطعنا بالطريق شفنا الموت ورجعنا ما له مصلحة شفنا للأسف. على حدود بكينيا شفنا الموت ورجعنا أقسم بالله في هذا الشهر الفضيل ما عشان نأدي رسالتنا الإنسانية وبالآخر تلاقي حالك عم تتهاجب في صلب تكوينك في صلب مبادئك طيب. في صلب ما أنت تسعى إليه فهون خلينا بسؤال direct to the point مباشرة إلى النقطة فأنا إذا ندمت على شيء في حياتي ندمت إنه في قصة أنا شاركت فيها جمهوري واللي بيتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي بيعرفوها شاركت قصة إنه أنا عندي مساعدة لها 5 سنين معي وبركن عليها كتير فعم بقولهم إنه تخيلوا إنه بدها تروح مني بيوم وليلة بدها تسافر وكذا ورحت على مكتب الاستقدام وأنا هناك عم بشكي يعني أنا صورت السناب بكيت وأنا عم بحكي إنه أنا مش قادرة أستوعب صارت جزء من عائلتي جزء من حياتي كيف بدها تروح وهو عم بيطلب مني إن أنا بيوم وليلة أستبدل شخص بشخص وأحطه في البيت وأسافر وأتركه وأستأمنه على أغراضي وعلى كذا إنه وعلى حياتي وتركت الموضوع ومشيت بعد 3 أيام بتذكر لهلأ هذا اليوم كان عندي طيارة على فرنسا ساعة 3 الفجر عم بصحى بلاقي موبايلي مثل إشي جنون تعرف شو يعني الجنون مش معقول العالم كلها عم بتغرد العالم عم بتسب فيي إنه أنا شو عاملة أنتي اللي استعبدتي اللي مش عارف إيش تجارة الرقيق مش طلع شو صار طالع القصة بعد 3 أيام أعدائي استنوا 3 أيام أنا ما احتفظت بالقصة الحقيقية هذا كان غلطي فلقيتهم مخدين الصورة ومركبين قصة تختلف تماماً
عن الحقيقة، أنه أنا بستعرض الخادمات. بينما أي شخص، اسمح لي، أي مواطن عربي هلأ بدي روح على أي مكتب استقدام العمل بعطوه كتالوج وقوله نقي، صح ولا لا؟ نحكي بالواقع. فهذا روح حاسب وزارة العمل لو كانت هاي الإشاعات أو هذا الكلام اللي عم بطلعوا عليه صحيح. أنا يعني أقسم لك برضو مرة، ما بدي أقسم 20 مرة، بس اللي بحكي لك إنه هذا كتير أثر عادة فيه. عادة بيقولوا عفواً يعني يعني مش أنت المقصودة. عادة بيقولوا اللي بيحلف كتير أو اللي بيقسم كتير بيكون بيكذب كتير. إحنا هون بنحلف كتير. هيدا مش موجه لإلك بس. لا اتهام غير مباشر. لا ما بكذب، ليش أكذب؟ بس أنا السؤال، ليه دائماً بتحاولي تصوري حالك ضحية على السوشيال ميديا؟ أنا مش ضحية. أنت كل ما تعملي شغلي او هفوي او زلي او زحطه انا بقول لك انا هاجمي عليها دائما. انا ما بقول لك انه ما كان خطا، هلا عم بتخبريني انه تغيرت المعطيات، انه عملوا لك يعني دائما في تحوير، دائما في تحوير للي انت. ليه ما بنقول غلطت بالضبط؟ غلطت. لا مين قال لك اني ما قلت؟ لا انا ما قلت اني انا غلطت، لا انا قلت، طلعت وقلت للناس انا غلطت، غلطت منكم السماح. لكن هل ال14 سنه هدول اللي انا اشتغلتهم وتقارير الإنسانية وتغطيات الإنسانية ما بيغفروا؟ لأنك هيك ما بيغفروا زلة. لا لأنك هيك ممنوع فسرت في طريقة خطأ، ممنوع يكون عندك زلة هيك، لأنه أنت هيك، لأنه أنت معنية بهذا بس الموضوع. أنت المواقع التواصل اليوم بيطلب منك الجمهور أنك أنت تشاركه، هاي بقول لك الغلط اللي أنا غلطته، أنه الجمهور بيطلب منك أنك أنت تشاركه يومياتك. طب أنا شو بدي أشارك يوميات؟ شو عندي أنا أحداث في يومي الخاص؟ شو بدي أشارك في البيت؟ فكانت هي الفكرة أنه عم بقول لهم موقف إنساني عم بيصير معي. بعد 3 ايام صار الهجوم بعد ما نحت الستوري بسناب شات، انا بحكي على سناب شات، لقيتها بعدين بتويتر. عم التويتر للاسف صار مسيس وصار جماعات بتحكمه. صحيح، خلينا نكون واقعيين. فهذا بس اللي ضايقني، بقول لك انه هاي من الاشياء اللي ضايقتني، باب الكتروني وما الى هذا بس اللي ضايقتني ومضت وراحت. وانا بطلب من الناس السماح، واتمنى يكونوا عايشين هم في مدينه. بما ان عم نحكي على السماح، ماذا لو طلب منك اليوم ان تسامحي شخص معين على اساءه لك، وشخص ولا ممكن تسامحي على إساءته لإلك؟ هلا ما تفوتيني بقصة إني أنا مسامح ومسامحة. لا ما رح أسامح. إيه، شخص بتسامحي وشخص ولا ممكن تسامحي، مين اللي بتسامحي بالأول ومين تنرجع اللي ما بتسامحي؟ أنا خليني أحكي لك كلمة صح من السماح اللي أنت بتحكي عنه، إنه ما بتسامحي بالمرة أو بتسامحي. أنا بقول بسامح بس ما بنسى، بس بجزء معين. صحيح. بس في خطوط حمراء بالحياة صعب نسامح فيها، خاصة لما يكون الخذلان عميق. لما يكون كمية الخذلان يعني. الخذلان يعني من خذلك. شخص خذلك. يعني. نعم. خلينا نبلش، مين الشخص اللي بتسامح؟ ما رح أحكي شخص، بس في أشخاص كتير في هالمرحلة. لا ما أشوف لأنه. بدي شخص تقولي أنا بسامحه. أنا بسامحه على شغلي عملها، وأنا بالنسبة لي خلاص صارت من الماضي. ممكن أنسى أو لا أنسى، منا مشكلة، بس أنا سمحت. ما رح أحكي اسم. لا بدنا نحكي اسم. بس خليني احكي لك شغله، انا حرد عليك بكلمه. ما تضيعيني. اسمح لي ارد. خليك رح اسمح لك قد ما بدك. اعطيني الاسم. اعطيني بس الرد. اعطيني اسم وبعطيك ساعه. انا هو انا بس احكي هالشغله. اعطيني الاسم وبعطيك ساعه وراها تشرحي. ما في والله، لانه كتار اللي خذلوني كتار. بس واحد اكثر. واحد بتسامحي. سبقا واحد بتسامحي. مسامحتك ما بزبط، ما هي بوكسه كامله، يا بسامح الكل يا هي. ايه بس هو هيدا شخص بتقولي له اليوم انا سمحتك او سمحتك؟ بلا، في اكيد علي جابر. هقول له انا سمحتك طبعا. على شو؟ هو بيعرف ليش بدون تفاصيل، بس بشكل عام اسمح لي. تخيلت اسماء كثيرة مرقت براسي الا علي على فكرة. لا والله انا بحترمه بغض النظر، بس انه انا عن جد ما عندي معه علاقة شخصية. انا صديق وبحبه قد الدنيا. انا ما عندي معه علاقة شخصية، بس هو بيعرف. مرق براسي انه ممكن اسماء الا يعني فاجأتيني لما قلتي لي. انا بقول لك انا بسامحه، هو بيعرف ليش بدون التفاصيل الثانية. لانه كان مين اللي ما بتسامحيه ولا ممكن عشان يعمل كثار؟ وهدول بدي احكي لهم شغلة. احكيه بس بدك تخبر، بدك تقولي لي اسم. ما في اسماء، خلص انت طلبت، انت اعطيتك اسم هلا. اسم على سمحتي، بدي اسم على ولا ممكن تسمحي. لا ما بقدر صدقا. والله اذا سالتيني انا بقول لك، لانه هيدا اكثر نقطه بحياه الانسان، رغم انه نحن يمكن تربينا على السماح، بس لازم الانسان بحياته بمكان ما ما يسامح كي لا يتكرر. وانا ما سمحت، كي لا تتكرر. برجع بعيد شغله بقول لك اياها وحكيتها مره،
لماذا جئت تطلب أن أضحي وأنسى ما فعلت ونصف جرحي؟ أجئت مواسيا يا صديقي أم يهمك أن ترى آثار ذبحي؟ نعم أنا الذبيحة وأنت مثلي تقاسي نار جرح ذات لفحي. أنا أغلقت دونك باب قلبي فلا تقرع بقبضة نادم إن شئت نصحي. فلن يجدي التراجع والتنحي ولن أبدل عز الجبال بذل سفحي. معاركنا انتهت معاركنا انتهت أفلا تراني رميت خوذتي وكسرت رمحي. هيدا لإلك القصيدة. لمن كسبتي هذا الكلام؟ لكتار. بدي شخص لأول مرة أنا بصر هي القصة. بدي شخص. ما في أشخاص. ليه؟ لأنه في رسالة من وراها. أشخاص أشخاص. مين هيدا مين هيدا اللي كسرك هالقد؟ أنا ما انكسرت أحكي لك. في ناس اسمح لي. كسر لك كسر. أرادوا أن يصنعوا كسرا لكنهم صنعوا جسرا. من هو هذا؟ في ناس حاولت تكسرني لكن. فعلا هم صنعوا لي جسر مع الناس وقربوني من الناس. بدي اسم شخص وخلقوا لي لا فرص. تسامح ما بتسامحيني نهائيا على اسم ما كنت اتمنى. بدي اسم شخص ما بتسامحيني. لا ما ما لا, لا تحاول معي لا تحاول لا تضيع وقتك معي لاني ما راح حرام وقت البرنامج والله ما راح احكي اسماء. ها بتحكي لي هلا اللي بيحلف كثير والله ما راح احكي. انا قلت لك اللي بيحلف كثير شو بيه. انا هاي طبيعتي بحلف كثير. يلا لو ماذا لو ذكرتك باخر مره ابوك مسك فيها ايدك قبل وفاته باسبوع؟ شو حكى لك وقتها؟ من جبت هذا الحكي؟ هذه قصة حكيتها لما مسك لك ايدك شو قال لك؟ كأنه كان حاسس يعني انه بده يتوفى فقال لي انه بما معناه يعني أنا ما بحب أبكي على الهواء. أنا ما بدي إياكي تبكي على الهواء. أنا ما بدي إياكي تبكي على الهواء. يعني هو كان كأنه حاسس فقال لي إنه أنا مسك إيدي قال لي هالإيد الصغيرة حتكبر. وأنا مش رح هو مات عمره 61 سنة. كان عمري 13 سنة. فكنت يعني لسه عم بصير صبية وهيك فقال لي هالإيد الصغيرة رح تكبر. وانا ما راح احنا عندنا بعاداتنا وتقاليدنا الاب بيعطي ايد البنت للشاب اللي بيطلبها وبتزوجها وهيك فقال لي انه هالبنت الكبيره هالبنت الصغيره حتكبر وهالايد الصغيره حتكبر وانا ما راح اكون موجود يمكن اكون يمكن ما اكون فاخوانك بيقوموا بالواجب وتذكريني انه يعني وصاني انه مديري بالك على حالك وكذا وهيك يعني حكي كثير مش ما بقدر امك دائما بتزعل منك لانك بتحكي عن بيك بالمقابلات صح بتحكي عليها صح بدنا نضحك شوي يعني بس بدي فاين انا ورطب امي بتزعل بتعتب علي امي بتعتب علي كثير دائما بس امي بتقول لي انه لما يجي يعني بعيد الشر عنها مرات بتقول لي انت يوما ما يعني راح تتذكريني وتحكي عني انا بحكي عنها كثير والله بالمقابلات بس هي بتقول لي انه ام شو الوالده ام رؤوف بس بيحكوا لها ام رؤوف مسيكي بالف خير بتقول انه ما بتجيبي سيرتي بال وها الليلي خليتها تجيب سيرتي لا بتقول لي انه ما بت يعني كثير مأثر فيكي ابوكي بس انه انا يوما ما لما انه ياخذ ربنا وداعته انه رح تصير تحكي عني وهذا فانا ما بجاوبها ليس لسبب لانه ما بقدر اقولها يمكن هاي اول مره انه هاي اول مره انه يمكن انا الموت كثير بوجع لي قلبي صراحه وانا كثير فقدت من وراء الموت وهو طبعا يعني الموت لا يؤلم زي ما بحكي محمود درويش الموت لا يؤلم الاحياء الا الاموات بل يؤلم الاحياء الموت لا يؤلم لا يؤلم الاموات بل يؤلم الاحياء فالموت بالنسبه لي هو بالضبط يعني كثير اثر في حياتي لاني فقدت كثير ناس غاليين على قلبي يعني وكثير عندي عقده من الموت كثير كثير بوجعني بخاف منه فدائما بقول لك بهرب من انه الي انا لا بخاف منه يصير بحد قريب مني اكثر عارف فامي بتقول لي زي هيك بتمرح هيك جرحتني بهالكلام قالت لي انه انت كثير بتتاثري على ابوكي وهيك بس لما تنجاب سيرتي بتكوني عم تحكي بقوه بس انه انت قوتي صحيح انت ما بتعرفي شو انت بالنسبه لي يمكن اول مره بحكي على الهواء الام بتلم وانا لولا امي ما كنت شو انا اليوم كمان
وهي ما بتعرف لما بتقدر دائما تلعب دور الرجل والمرأة بتربية العائلة غير الرجل، يعني الرجل صعب يلعب دور الأم. بس لا قدر الله لو صار لأمي أي شيء يمكن أول مرة أحكي عليها، والله يعطيها يا رب من عمري يعني، ويكون يومي قبل يومها ويعطيك الصحة. أنا راح أقولها على الهواء إنه هاي يعني أنت ما بتتخيلي، يعني عندك شك إنه حيكون عندي حياة أصلا بعدك إذا أم يعني. الله يطول بعمرها وبسلامة. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نتابع نحن وياكم حلقة الليلة مع ضيفتي علا الفارس. أهلا بكم من جديد، ضيفتي علا الفارس الإعلامية والصحفية والزميلة، ولم يتبقى لنا سوى أول مرة. يا رب ما في بكاء برضو بأول مرة. أه؟ ما بدنا بكاء بأول مرة. لا ما في بكاء أول مرة، خلص البكاء مرة. مرة. أول مليون عملتيه بحياتك كان إمتى؟ هذا السؤال قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ هذا بقول لك على ال على الفوائد. على الفوائد مليون تويتر طبعا قصدك، ولا انستغرام؟ اول مليون بالبنك. اول مليون دينار او دولار حسب شو حطيتيهم انت، دينار ولا دولار ولا يورو ولا ين؟ سؤال صعب هذا شوي. موزعتيهم؟ الحمد لله، ما بحبش احكي بهاي المواضيع. لا الحمد لله والله يزيدك. بس اول ما تجيني عين ارض جو هلا اول. لا ما يهمك. الحمد لله عندي خير، بس ما يعني هذا جواب الافضل. كثر يتساءلون سبب هذا الخير، يعني في اعلاميين كثر موجودين ومشهورين بالعالم وما عندهم. انا حقول لك اللي انا عملته بالميديا كموظفه ما عملت شيء يذكر. انا بدات اعمل فعلا فلوس لما بدات بالاعلانات، عملت اعلان اذا ما عندك مشكله احكي البراندات. لا احكي اللي بدك اياه. عملت اعلان لبيبسي، ناخذ البرسنتاج بالاخر. اعلان لبيبسي اخذت، عملت قد ايه قبضتي عليه؟ كثير يعني مبلغ كبير. مليون ونص؟ ما راح احكي. لا لوريال. بس قولي لي اكثر او اقل؟ لوريال ممكن هيك رقم. لوريال انا بعرف انه هو اكثر براند انت عم تقبضي منه فلوس، بس انا عم بعطيك ارقام لانه قياسا لبعض. انا بحكي بالدرهم ما بحكي الفنانين. بالدولار. انا تقريبا على الدولار لاني بعرف فنانين قد ايه بيقبضوا لما يعملوا دعايات بيبسي وكوكاكولا. انا بدي اياك تعد لي هدول فقط، بس ما رح نحكي على السوشيال ميديا. بيبسي، اكتيفيا، هدول شركه بيبسي معروفه طبعا. اكتيفيا عملت دعايه للبن بضاعف. وعملت طبعا 3 سنين سفيره لوريال بالشرق الاوسط، وطبعا امباسادور ودعايات وكان وكذا، فهذا كله مدفوع طبعا مش ببلاش. قد ايه بتاخذي من لوريال تقريبا؟ كثير يعني تقريباً. بس الحمد لله يعني اصلا انا انهيت كل علاقاتي التعاقديه. طول شعرنا. طول شعرك بعدين طبعا السوشيال ميديا. بس يعني احقاقا للحق يعني وامانه يعني اللي عملته ب 14 سنه اعلام هو الربع اللي عملته ماشي قدام الاعلانات. بالاعلانات ولا شيء ولا شيء. الناس بتفكر انه ما في ارقام خياليه، ما في. يمكن اعلى راتب اندفع لي كان حتى كان لما كنت بدي اروح على روتانا، كان عندي عقد خيالي بصراحه وما حدا بيقدر يرفضه، والامير وليد بن طلال عفوا الوليد اعطاني يعني اوفر كثير كبير يعني. حتى لما رجعوا عرضوا علي الرجعه الثانيه كان عندي عرض كثير كبير، بس ما صار نصيب يعني. اول مره ندمت انك تكوني انثى جميله باي موقف؟ شكرا انك بتشوفني جميله بدايه. لكن جميلة هو جدا. شكرا جزيلا، حشتني من ذوقك وجمال عربي. شكرا. لا الواحد يحكي الواقع. شكراً. وجمال طبيعي يعني هيدا الاهم. يعني اليوم صاروا الصبايا تقريبا بيشبهوا بعضهم. صحيح. يعني بعده جمال طبيعي وجمال العربي، يعني بتطلعي بتشوفي انه انثى عربيه. شكرا. موجوده. بس اول مره حسيتي حالك انه جمالك سبب لك مشاكل؟ أول مرة كانت عمري كان 17 سنة، وكنت بدي أحاول أنتقل يعني أضلني كنت مراسلة أخبار وبدي أتقدم لشيء بالأخبار، يعني أنه بدي أصير مذيعة بالاستوديو. فقدمت الامتحان وكان في اكثر من حدا موجود، وفي صبيه اجى عليها توصيه واحنا موجودين، فبتعرف بتحس انه بصير دربكه هيك انه اجى تليفون او شيء. ف
فأنا نجحت وكان كل الوضع بيقول إنه أنا اللي رح أخذ هذه الفرصة. فبلحظة ما إنه قالوا لي لا بنعتذر منك والله لأنه فلان الفلانة مبروك وكذا كذا، فلان طلعت فيها هيك يعني شكلها مقبول طبعاً، بس أنا بعرف إني أنا أحسن منها أداء وكذا. فبس استفسرت من الشخص فبقول له ليش عفواً إنه هيك صار، فقال لي أنت ممكن تحكي لي شو العيب أو شو الغلط، إنه أنا عم بشتغل مراسلة بأهم قناة إخبارية، طب يعني ليش ما تعطيني الفرصة هاي، بس أنا بدي هون عشان أتدرب وأروح لمرحلة تانية بحياتي. طلع فيه هيك من فوق لتحت بنظرة يعني فيها شوية جرح لأنوثتي، وقال لي بس أنت جسمك حلو ليش ما تشتغلي عادة أزياء، مش أحسن لك؟ هي ما حدا هي لو ما اشتغلت مذيعة أخبار ما حدا حيتطلع يعني ما عندها فرصة تانية، أنت فيك تشتغلي عرضة أزياء أو هي بالتلفزيون بمكان ما محل ما كنت عم بتقدمي محل ما كنت عم بقدم فقال لي هيك جوا المكان يعني. فانجرحت وبكيت وطلعت، وبس هون كان أول مرة يعني أنفر في شخص، وقلت له يعني كنت أنا وأنا صغيرة كنت كتير قوية. طب هذا الشخص معلوماتي بتقول إنك التقيتيه بعدين، كيف كان اللقاء معه بعدين؟ التقاني وكنت أنا في مسمى وظيفي أفضل منه بكتير. ما نصحتي يروح يشتغل عارض أزياء مثلا؟ لا، بس قال لي يعني اعتذر مني طبعا، وقال لي أنه بتأسف منك. قلت له ما تتأسف، لأنه هذه المطبات اللي توضع في حياتنا هي فرصة لنستفز أنفسنا من الداخل ونستفز إرادتنا ونتحدى نفسنا. قلت له لو قبلتني بهذاك اليوم كان أنا ما صرت اللي أنا فيه اليوم. أول مرة تعرضتي فيها لخيانة أي متى؟ أصدق خيانة هاي ممكن تكون. أصدق خيانة حلوة. أنا هقول لك ليش. لما كنت بالتوجيهي بالمدرسة، هاي إذا بتنحسب يعني خيانة، طلاب المدرسة وطالبات المدرسة اتفقنا إنه التوجيهي عندنا مرحلة كتير مهمة، المرحلة الثانوية يعني اللي بتأهلك لتدخل الجامعة. فاتفقنا إحنا كطلاب بيننا وبين بعض إنه نقدم الأوراق فاضية، ما نجاوب امتحانات الوزارة. فأنا مثلي مع مثل الجماعة يعني قدمت الامتحان، ورقة الامتحان فاضية. طلعت النتائج اكتشفت إنه كل الدفعة اللي معي نجحت ودخلت الجامعة إلا أنا. فكانت هاي الخيانة العجيبة اللي قعدت 6 شهور يعني بيني وبين نفسي يعني أتألم. بعدين طبعا تحديت نفسي ورجعت ولحقت في الركب، ولليوم بحتفظ فيهم كأصدقاء رغم كل شيء، لأنه اكتشفت إن خيانتهم أرق، وهي كانت طيش ولعبة متفقين عليه. هيدا بدي أسألك عنه، عفوا تفضل. على الخيانة الأعمق اللي تعرضت لها. الخيانات الأعمق يعني كثيرة، وما بدي أرجع أحكي يعني بمواضيع، بس يمكن الخيانات لما أنت للأسف الشديد بتعطي للأشخاص حواليك قيمة أكبر مما يستحقون، وتتوقع منهم وقوفهم جنبك في بعض المحن، ويعني كتر الله خير الشدائد. أول مرة تمردتي على مجتمعك أي متى؟ تمردت على مجتمعي؟ يعني قلتي أنا بدي اتمرد على هذا المجتمع، بدي أظهر برات المجتمع اللي أنا عايشي فيه، بدي اتمرد عليه، وين كان؟ طبعا ضمن حدود. ضمن حدود بيتي يعني. أول ما بلشت أتمرد يعني اتمردت في البيت لما خبرت أهلي أنه بدي أدخل الإعلام، وكان في رفض كبير طبعا، وأنا كان متوفي والدي، وبتعرف البنت لما بيتوفى والدها في مجتمعاتنا الشرقية الإذن بصير بده من الخال ومن العم ومن طبعاً. الأخ الكبير ومن بضل ابن الجيران يجي يتدخل كمان، فبصير يعني بخوف الكلام، هذا ثقافة العيب شوي كانت مسيطرة. فتمردت، نعم تمردت تمرد إيجابي. أول مرة بدك تعلني شيء الليلة لم تعلنيه من قبل، يعني أول مرة رح تقولي شيء بعد ما حدا بيعرفه نهائيا وبعد ما أعلنتي. أنا بلغوني إنه الليلة علا بدها تعلن شيء من الحلقة من عندك لأول مرة بدها تعلن. فكرت بالأول إنه بدنا نفرح فيك. بعد الحديث حسيت إنه لا أمل. حاولنا لا أمل. شو هو الشيء اللي بدك تعلني؟ هلا أنا تسرب لي شغلات ما بعرف إذا دقيقة، أنا بدي أسمع منك. في كتير حكي عم بينحكى طبعا أكيد، لكن بما أنه صح برنامجك اسمه أول مرة، بس هذا يعني بيني وبين نفسي أخذته كنذر يكون يعني على الأقل السنة سنتين الجايين 3 سنين الجايين آخر لقاء أظهر فيه، آخر ظهور. هيدا آخر لقاء كضيفة
بالنسبة لي وأنا يعني حبيت يكون الختام لما عرضوا علي أكون معك. شيء كتير تشرفت إنه يكون هذا الختام معك، وبتشرف كمان إنه من خلال هذا المنبر إني أخبرك كزميل أو أخبر كل المتابعين أيضا اللي بيعرفوا صاروا كتير منيح من امبارح بأنه رح يشوفوني إن شاء الله على شاشة بي إن في برنامج جديد اسمه مع أو ضد، وأعلنت هذا في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن في شيء آخر حابة أحكي للناس، لكن قبل أن أعلنه بتمنى من كل الأشخاص وكل الأطراف أن يتفهموا بأنه هذا قرار يعني مرتبط بمهنيتي، هو مهني 100%. أنا لا أتبع لعشاء ولا يعني هذا القرار أخذته لأنتبه يعني لمستقبلي ولشغفي وعودلي ما جعلني أكون ما أنا عليه اليوم اللي هو حب الصحافة والحقيقة والميدان. فأنا أتشرف ويسعدني أن أعلن من خلال هذا المنبر أنني سأطل قريبا عبر شاشة الجزيرة مذيعة للأخبار إن شاء الله مع صفوة الزملاء في الشبكة في قناة الجزيرة. نعم، عودة للبدايات. يمكن هو يعني منعطف يعني زي ما بنقول يعني شيء مش متوقع لبعض الناس لأنهم بيشوفوني في أكثر من مجال. يمكن ناس تقول لك ليش هلأ، لكن ليش الجزيرة؟ ليش هلأ؟ يعني في كتير ناس رح تقول ليش الجزيرة؟ يعني أنت ليش بتعرفي ليش مش يعني الجزيرة؟ في خضم الصراعات القائمة اليوم وال أنا بعيدة عن الصراعات ولا أريد بالضبط. أنا شخص يعني هذا العرض أصلاً للعلم يعني كان عندي موجود من سنوات سابقة في أكثر من فترة، لكن يعني مثلي مثل أي إعلامي بيجيني عروض بدرسها بفكر فيها وأبحث عن ما أنا أريد في داخلي. أنا أحب الصحافة وأحب حبيت حالي مذيعة أخبار، والجمهور حبني مذيعة أخبار، ونجحت مذيعة أخبار. لما يعني ما كان هدفي المادة، يعني أنا حتى ما حكمت على تجربتي في برنامج مع أو ضد وكيف الناس حتشوفها. يمكن الناس تحب هذا الشيء، لكني قبل وبعلن الآن قبل ما حتى الناس تحكم على تجربة البرنامج الجديد وحيشوفوني في طلة مختلفة وأول برنامج خاص فيه لوحدي، لكني قبل ما يحكموا أخذت القرار بيني وبين نفسي لأني علي يقين يعني إنه هذا ما أريد. البي إن اليوم بي إن دراما اللي راح يكون في عليها برامج، في برنامج لإليك، في برنامج لنيشان، في برنامج للفنان أيمن زيدان اللي أعلنوا عنهم اليوم. يعني كلنا بنعرف إنه هي قناة قطرية، والجزيرة كمان هي قناة قطرية، ونعلم تماما اليوم ما يجري في وطننا العربي من انقسام ومواقف خليجية من قطر. هل برأيك أنه هذا سينعكس عليك شخصيا؟ يعني بعد الحلقة ممكن هلأ تشهدي صدقا. يعني أنا برجع بحكي لك، أنا شخص يعني ما دخلت في كل هذا الصراع، وأنا بحكي من قلب محبة، ويعني أتأمل وأتمنى أن يعني يتم الصلح. وزي ما حكيت لك في بداية الحلقة يعني إخوان تصالحوا، عفوا تخالفوا اليوم أنا بعد الظهر هلأ، وأنا عم بستنى يتصالحوا وبتمنى يتصالحوا. بعد أنا ما الظهر هلأ دخل وصل يعني وصل الخبر أنه كبرى القيادات القطرية وصلت على المملكة العربية السعودية للمشاركة بال يعني إن شاء الله قريبا نشهد أنه هذا الانشقاق العربي اللي نحن اليوم بأمس الحاجة إلى طبعا وحدة عربية، أنه نكون كلنا حد بعضنا ونتفهم بعضنا ونساند بعضنا. لأنه المثل القديم، بما أنه بنعمل أمثال، المثل القديم بيقول ما زالك حزمي بصعب كسرك. صحيح. لما يوزعوك لعودان بيصير يكسروك واحد ورا. وأنا ما فكرت في مصلحتي لفترة طويلة، يعني لسبب، لأنه كنت دائما أقول أنه خليني أأجل أي قرارات حتى لا تفهم بأنها رد فعل. برجع بحكي لك اليوم أتمنى أن لا يعني يفهموا العقلاء هذا القرار بأنه قرار اتخذته بناء أول نشرة أخبار هذا عاد في علم الغيب. يعني إن شاء الله لما نكون جاهزين، وبس تأخذ التجربة الثانية كمان نوعا ما حقها. وبرجع بحكي لك شيء أخير، أنه أتمنى أن لا يفسر بأي طريقة أخرى، هو قرار مهني بحت بعيد عن كل ما نشهده سواء كان يعني في التراشق أو في مواقع التواصل الاجتماعي. الاتصال الافتراضي الذي سنجريه معك لليلة هو اخترناه مع شخص غادرنا إلى دنيا الحق بعد صراع كبير من المرض الذي تحداه بشكل كبير، ولكنه في النهاية استسلم له وارتأى أن يرتاح في الأول من سبتمبر من العام الماضي. لكنه ترك في تاريخ الإعلام العربي اسما سيظل أكبر من الرحيل، هو الإعلامي الزميل سعد السلاوي رحمه الله،
الذي كان بالنسبة لك صديق العمر والأب الروحي الذي أخذ بيدك حين لم تجد أو حين لم تجدين من حولك سوى تلك اليد؟ اعتبري أنه سعد السلاوي معك على الخط ومعك دقيقة تحكي. وعدتينا أنه ما رح تبكي بقى. انه انا كنت لازم اشوفه قبل ما كان بيننا موعد، هو راح لبنان وكان عندنا موعد نلتقي. راح اقول له انه انت دائما كان ناديني بابا، هو يعني لما بينادي بيقول لي يا بابا علا يا بابا علا. كان اب روحي، ومن لما مرض ومن لما تعب وتعبنا معك رحت بسرعه، بس انت دائما حاضر ودائما موجود. وانا لاخر يوم بحياتي راح اضلني اقول شكرا لسعد السلاوي، لانه سعد السلاوي وحكيتها كثير وبرجع بحكيها امن فيه واعطاني الفرصه. وكثير شباب بوطننا العربي وبالاردن تحديدا تنقصهم الفرصه، بينقصهم انه بس واحد يقول لهم انا مآمن فيك. سعد السلاوي امن فيه واجتهدت وكنت اسابق الوقت لارجع اقول له مثل البنت الصغيرة بابا مبسوط مني. لما أخذ جائزة وأتكرم أول واحد أبعث له كان سعد، قبل ما أبعث لأمي ولأهلي وأخواني كنت دائماً أسابق الوقت لأورينه أنا بنتك اللي بالمكتب كبرتها، وثق فيه وأعطاني المساحة ودافع عني ووقف جنبي. والله يرحمه ويرحم ترابه. ومش بس صنعه للفارس، سعد السلاوي صنع كتار، بس في ناس كتير كمان للأسف انت عارف كارول ما بيثمر فيهم المعروف. لما تيجي على عمان بتزوري قبره؟ انا للامانه ما يعني عندي مشكله بال حتى بالخبر. كمان النساء ما بيزوروا؟ لا احنا بنزور، بس انا بزور، انا زرت قبر ابوي مثلا. بس انه عندي مشكله بال، قلت لك انا عندي مشكله من الموت، وبس تنجاب سيره يعني للاسف بنهز كثير، يعني ما بقدر اني انا حتى اتمالك قدام الناس وقدام الكاميرا، فما بحب كثير. شو بتقولي له كلمة أخيرة الليلة قبل ما رح أقول له الله يرحمك، ورح نضل دائما حاملين شغفك وحبك وللمهنة لحضرة صاحبة الجلالة يعني، وكثير صعب كثير حكي نفسي أحكي له، بس هو عارف. إحنا حكينا كثير قبل ما يتوفى، وبعد ما توفى بقول له بس مكانك فاضي، ويذهبون ويرحلون ولا يتركون إلا الذكرى. شكراً على أجمل الذكريات. شكراً لك هلا. ونيال كل شخص عنده صديقة مثلك وعنده وفية مثلك، عن جد نيال كل شخص بيلاقي حدا ينزل دمع عليه بزمن كتر التجار، كتروا الممثلين، كتروا المتملقين، زمن في أزمة أخلاق، في زمن قلت فيه الأخلاق للأسف. شكراً لدموعك الغالية، والله يرحم روحك سعد السلاوي. شكراً. برجع لعند علا ولعند ميس. تفضلي ميس. أهلاً توني. بحثي. كان عندنا خيارين، كان عندنا خيارين اليوم. نعم. ما رجال إلا رجال البحر، والخيار الثاني كان اعمل خير وارمي في البحر. اي بس انا جاني فكر على اعمل خير وكب بالبحر، بس ما عرفت انه شو هالخير عم بكب زلمي بالبحر يعني. هو لازم يكون فيه يعني شو هالخير اللي عم يعمله انه عم بكب زلمي بالبحر على دغري كل هو. شكرا لك ميس علا. بدنا نقول مبروك لاحمد عبد الرزاق من عمان، ربح معنا مجموعه جوائز بالاضافه للمفتاح، وهو معك على الخط. احمد مسيك بالخير. احمد مسا النور، اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير يا رب، وبنمسي على الاعلاميه على فارس معك، كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير، شكرا. الف مبروك لك احمد، طبعا كل الجوائز اللي ربحتها الليله بالاضافه الى المفتاح اللي راح يكون من نصيبك، وان شاء الله يكون هو المفتاح اللي راح يفتح الخزنه وتربح فيها سياره الهيونداي اللي هي موجوده معنا، وايام قليله بتفصلنا عن اعلان اسم الرابح
لهذه السيارة. شكرا لك أحمد عبد الرزاق. الله يعطيكم العافية. الله يخليك. شكرا لك. شكرا لك. ما أكون أزعجنيكي. لا وخليك مثل ما أنت، لأنه الإعلام بحاجة. لو بدنا نغير غيرنا. خلاص ما بقولوا مرة شو أكلوا الدهر وشرب علينا. لو بدنا نغير كنا غيرنا. ونحن الحمد لله نعمل ما يرضي ضميرنا. ما زال ضميرنا. أنا بيسألوني بتنام بالليل؟ بقول لهم انا وقاعد هلا، اذا بتتاخري شوي باجابتك ممكن تلاقيني نمت. بهذا دليل انه ضميري مرتاح والحمد لله. ان شاء الله دائما. وشكرا لك وتحيه لجرأتك وتحيه لوفائك الكبير. شكرا. بكره يوم اجازه بنستعرض فيه ابرز ما مرق معنا خلال حلقات الاسبوع. السبت باذن الله سيكون معنا ضيف الحلقة كبير المفاوضين الفلسطينيين دكتور صائب عريقات. في زمن اليوم كل الأنظار متجهة إلى ما يجري من مؤتمرات عربية في العواصم العربية وحول ما سيجري وما ينتظر فلسطين الحبيبة، لعله غدا نلقي الضوء على كل هذا الموضوع، مش غدا، السبت، مع كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات.